وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة خلال كلمة وزير النقل هشام عرفات أن جميع تمويلات المشاريع الكبيرة مثل السكك الحديد ومترو الأنفاق عبارة عن قروض لا بد من تسديدها، خاصة أن الأرباح لا تكون في صالح المرفق، لذلك يتم اتخاذ الإجراءات الاقتصادية المناسبة لتسديد مديونيات المرفق. أنا بس عايز أقول لكم أن كل التمويلات اللي انتوا بتشوفوها لمشروعات زي مشروعات السكة الحديد والأنفاق دي كلها عبارة عن قروض لابد من تسديدها. فاحنا مش بنتكلم في أرباح لصالح المرفق، احنا بنتكلم في إجراء اقتصادي مناسب لتسديد مديونيات المرفق. محدش يقول ايه طب ال 40 مليار دول هيروحوا فين؟ ال 40 مليار دول لو خدمة الدين بتاعهم 15% مش 20، انت بتتكلم في 6 مليار جنيه في السنة، يعني السنة جابوا 46، ال 46 دول لما ندخلهم في 15% برضه مش 20، يبقى السنة اللي بعدها كام؟ حط 6 ولا 7 كمان يبقى 53، السنة اللي بعدها يبقوا كام؟ حط 7 ولا 8 يبقى 61. احنا لازم نتصدى لمشاكلنا، لازم نتصدى لمشاكلنا ونحلها. فانا عايز اقول بس لازم قدام الخدمه او قدام الزياده اللي انت عايز تحطها يبقى في مقابل خدمه فعلا الناس تشعر ان هي اللي بتدفعه ده، مع الوضع في الاعتبار ان هي في جميع الاحوال هي النقل في حد ذاته ده خدمه، لكن انا بتكلم نقل بشكل يليق بالانسان المصري.